برنامج أهلا شيف برعاية ما يكفيش أن عرفنا نخدم الأرض باش تعطينا من كنوزها، ما يكفيش أن كبرنا لازم نقعد ديما محافظين على الوصول. ليبيدور هي الأصل. فانواز حلوة منك. قريت لإسعاد كل بيت. أوكويستو كويزيني كوم أن برو. يا عارفي التعمير طار بينا راهو شيء يدوخ. ايه يا عارفي نشري لك حاجه من التعمير. التعمير عاصمة ومرحبا بكم من حلقة جديدة من أهلا شيف. كما استنستوا بينا ليميشون تاعنا تعلمكم دي روسيت سالي و دي روسيت سكري مع عبيد غرامهم الكوجينة ولا دي شيف مراهيدي باش نعاودو نتقابلو مع شيف بليغ باش يعملنا دي روسيت بنين و ريفيزيتي من بدايتو. مرحبا أهلا شيف. أهلا بيك مروة وأهلا بسادة المشاهدين. كي العادة تنسناهم هكا بحاجات ريفيزيتي ونسينا فما كاتيجوري معينة نسيناها اللي هي لي سبورتيف. يحب ياكل مقرونه وشهي مقرونه اما فماش حاجه هيلثي. هذاك علاش اليوم برنامج اهلا شيف والشيف بليغ ومروه خممنا فيكم وباش نعملوا لكم مقرونه فيجيتاريان 100%. حتى كان باش نستعملوا جبن باش نستعملوا الريكوتا. الريكوتا منين برك اليوم باش نطيبوا مع بعضنا سباكيتي على كريم دو ليغوم باش نستحقوا سباكيتي انتغرال ليبيدور ريكوتا بصل قرع باذنجان فلفل طماطم حبق ثوم رند بفريوة بابريكا ملح وفلفل اكحل. دونك اليوم باش نستعمل لي بات انتغرال نتاع لي بيدور كي سون ا باز دو بلي دور كي سون ريش اوسي ان فيبر وما فيهمش القوم تاع المراره وعنا منهم 3 تيب الفل لو بلو والسباغيتي. تفضل شيف. اول حاجه الماء نتاعي حطيته يغلي باش انا ما فيها بس باش نفوحوا شويه كلمه ذاك باش نحط له شويه ملح وفلفل اكحل والرند بيان سور. سيدا المشاهدين عنا قرع دي نوازيت ريكوتا بصل ثوم بازيليك وزوز ورقه رند وبتنجان وبتنجان وفلفل. باه انا فوحت كلمه هذاك شوية رند وثوم وملح فلفل اكحل باش المقرونة كي تتسمط تبدا بارفومي اروماتيزي وما نحطوش اي وما نحطوش الزيت تريز امبورطون. باه البات نتاعنا اليوم تاع ليبيدور انتغرال سبيسيال شوية كي باش نصمتها الوقت كل واحد وكيفاش يحب وسولون لا كريم كي تبدا الكريم عاقدة برش لازمها البات تكون نقصتي وكي تبدا الدنتي وكي تبدا البا كي تبدا الصوص مويه خفيفه ما فيها بس تبدا البا طايبه في حق فهمنا. بلوس لي بات هذو نحيا منهم المراره نتاع البريك. اول حاجه باش ناخذ الفلفل نتاعي كل واحد شي يحب فما اللي يحب فلفل حلو فما اللي يحب فلفل حار فما المسكي. اليوم انا استعملت المسكي دونك باش نقصو هكا اون جوليان هاي في البروفيسيونيل تويك باش تتعلم تقص هكا فما برشا قصات هكا وإلا هك بالك سكينة ماضي فعلا نحيو الزريعة. ليه كملنا قصينا الفلفل كملنا شنو يتسميو أن شنو أن جوليان. أنا اليوم نحبهم أن فين جوليان مش واحدة خشينة وواحدة جوايد باش يبداو الكل يبس باغيتي جودهم الكل قد قد مرة. دونك نحطوهم هذو على جنب شنو نكمل نقص معاك؟ باه هذايا كيف كيف دونك الكورجيت باش نقصها جويده على الاخر. من بعد تخلطهم الكل شايف؟ باهي تري امبورتون سؤال بيان سور مش كيما الكويسون تاع الفلفل كيما الكويسون تاع الطماطم هكا ولا دونك الحاجات الدور لي ليغوم دور نرميهم من الاول من بعد يطيبوا شويه نخلط عليهم الطماطم بار اكزومبل والبصل اللي يروحهم خفيفه في ساعه يذوب. دونك كانت طماطم ديك نحطها ميم با دقيقه وتولي كاراميليزي
دونك انا مش لازمني خضره تبدا طايبه برشا وخضره نقصها تيبل، كلهم لازمهم فرد كويسون. باهي كملنا هذا محنين نكملوا الطمطم تفيت قلتها من دي لا كلهم كيف كيف دونك انا باش نجي ناخذ لي زيكستريميتي هذوما وانا نكمل نقصهم بالطول اكزاكتومون دونك كاين خضره لا فما لا لحم لا دجاج حتى شيء ما خيرش من خضره هاي تبدا ساعات يبدا عندها طرف خضره وما عندهاش في الدروسيت نجم تعمل دي بات على كريم دو ليغوم في تونس في اي فريجيدير نلقاو كعبه طماطم وكعبه قراع كيب راشيتي وكعبه فلفل متخبيه دونك ناخذوهم الكل نقصهم شوي ديون نعملوهم مقلوب اون بليس حتى الصغار سي تري هيلثي وتعمل فيهم هذا من الهيلثي في الريستوران تاعك شيف بيليير بيان سور غالا دوموند هما فماش في الكارته خاطر يا ريت وين الكل مقلوب متر دونك ريستوران ميا كازا ريستوران تاعي مرحبا بكم اكتبوا ميا كازا فود في الانستغرام هو تيبيكمون بازي على لي فروماج لي راكلوت دو فروماج لي فروي سيك عندنا لا بارتي كويزين لا بارتي فاست فود كي يجيني كليون ويحب حاجه سبيسيال هكا سبيسيفيك ما فيها باس ناخذو بخاطر نكملوا تويكا كابت الباذنجان الباذنجان ما ناخذوهاش طريه ياسر معسله ناخذوها مكبوسه باش نجم نسيب المطعم تاعها كيف كيف زعما الديشي هذا شنو نعملوا به نجمو نعملوا به برودو برودو والا سوب دو ليغوم غيان سو جيتو سو ترانسفورم ما نطيشو حتى شيء نلموهم نقصهم نرحيهم كوم بيوري نسوتيهم على البصل والثوم والزبده وزيت زيتونه كل شيء بعد نمرقهم يغليو في عقلهم نجم تعمل ترد هك السوب باش تولي كريم تحط لها شويه كريم ليكيد تعمل بيه ليزون باهي استوس لكل مرأة تونسية وراجل تونسي سيتا اون فا ايتالي لوبيرجين نتاعنا كيف كيف بالبوانت هكايا نقصوا لوبيرجين نتاعنا لازم الكل كيف كيف انا تويكا باش نحط المقرونه نتاعي قديه من دقيقة البيسون اني قلت لك فسرتها قبيله كل واحد كيفاش يحب وسولون لا صوص ما فماش دي نورم يقولك لازم كيما في لي بات الاخرين 7 دقائق 8 دقائق هذه كيما انت والكريم والا والصوص نتاعك دونك انا باش نعمل بورسيون نتاع بلا واحد هاكا المقرونه قبل ما نرميوها في الصوص ما فيها باس نجمو نمرقو بالماء هذاك البويون نتاعو يتسمى اي باهي دونك تو باش تخلي هذوكم لي بات وين باش تعمل الكريم نتاعك الكريم باش نبداو بنيه الخضره انا اليوم تعب شويه راك تعرفوا تورناج وكل شيء دونك مروه هي اللي باش تطيب افيك ان غران بليزير قول لي شنو عملت انا دونك نحلوا الغاز ما نقويوش برشا في الغاز وي باهي زعما في لي ليغوم هذوما مروه انا هي الليغوم اللي نرميوها الاولى انا هي لا ملا الفلفل دونك لهنا اجا رتبوهم اكثر واحد يابس ودور شنو هي الفلفل ايه. دونك الفلفل نرميوه الاول باهي ايه. نسخن نحطوا الزيت ساعه زيت زيتونة من الرمضان ان شاء الله مروه باش تولي تعرف طيب باه دونك نقلي والنوازيت والثوم مع بعضهم الثوم والنوازيت النوازيت راه مغرفه ميم با وانا 100 غرام ب 4000 كي نحط انا مغرفه 300 400 فرانك تكلف ابري تعطيني بارفان وفالور اجوتي يسر باهي في الفوالا نتاعي زيد هاي غرفة صغيرة صافا باه دونك جوست ثوم زيد المشاهدين عملنا شوية زيت وثوم ونوازيت كهو وطاب شربي والفلفل فما حاجة نسينا اللي هي البصل تبكي في البصل ولا ليه؟ لا لا باه دونك بصلة البصلة هذيا باش ترميها هي قول انا ليه البصل روحو خفيف في ساعة يولي كراميليزي باريت انا بعد ما قصيته باش نخرج كل امانسي واحد كنت في كوجينه قريتها سي بيليغ بيان سور دونك قريت في سيدي الظريف تحيه بربي الانستيتيو نتاعي ولا سيلفا نتاعي اما لازمها تكون مغروم باش نجم نداوم برشا بحاجه توصل لبعيد بيان سور وبرشا سيونس برشا تيوريك زاد خاطر باش تعرف شنو لي سافور اللي يمشيو مع بعضهم مش سهله باش نحطوا شويه حبق بازيليك ريت نحرك ما نخليش يلصق ويشد بطبيعته نحن المعونه نتاعنا كويستو ما يلصقش وكويستو اونتي اديزيف تهنى
باه زعمناهم الخضره اللي نرميها الاولى في ذوما مره فلفل باه نكوني جوست بازيليك نوازيت ثوم وفلفل وشويه زيت دونك النوازيت مع الثوم مع زيت الزيتونه مع الفلفل من بعد ما يخلطك البصل والطماطم يعطيه مطعم بنين على الاخر نحمروه البصل بالفلفل بالقدا وبيان سور ما ننساوش المقرونه نتاعنا ايجا شم الريحه مره فما ريحه الرمش بس هو خرجت وانت طيب في داركم بيبي طيب في بابا الحقيقه لا ليه علاش خاطر واحد نهار كامل يخدم نهار كامل في التطيب دونك هذه خدمه اما في لي ويكاند هاك شويه شويه دونك كيما شفتوا عملنا مازلنا ما كملناهش حطينا شويه ثوم دي كورجيت زوز فلفل كيما تحب انت حار ولا حلو وشويه زيت تعاونا اي وباش نكملوا الخضره نتاعنا وي سون فيان سون بولي سون الخضره فيان. الخضره اللي مازلت هي الخضره اللي روحها خفيفه في ساعتين دونك ياخذ وقت الفلفل والكورجيت يذبل في عقله ومن بعد باش نخلط الخضره الاخرى يكون الكل فرد كويسون خاطر كان باش نحط الطماطم والبصل والاوبرجين من الاول قبل وقتهم فوالا باش يفهم باش يذوبوا مع الصوص باه تويكا نكملوا الخضره الاخرى تحطها الكل تو اي كلهم كيف كيف دونك دي طوماط وبصل وقرع هذه 100% خضرة بيان سور ديما نحركوا المكرونة نتاع باه بعد ما لفيح لفيح اخر حاجة خلي الخضرة تسيب لي سافور نتاعها وتعمل ليزون كامل بابي ديما تقولها كلمة ليزون هذي سي تري تكنيك نو اي شنو يعملوا بها الشيف؟ ليزون هي شنو هي؟ يا اما تعقد الصوص نتاعك يا اما تزيد يا اما تعقدها يا اما تردها غراتيني دونك مجبنه نقولوا نحن دونك بالموزاريلا اي فما برشا انواع نتاع جبونات اما تيبيكمون التوانسه يستعملوا الموزاريلا باه شوف تويكا شنو نعمل باش ناخذ ماء نتاع المقرونه وتحطوا اون بليس ديجا هو مفوح بالرند والثوم حاطين رند وثوم وملح كهرباء وفلفل اكحل معاه فلفل تويك هذا تختوخ نتاع خضره دونك شيف بيليغ جو فو ريميرسي خمم في برشا عبيد برشا توينسه في الدار يحبوا ينظموا ماكلتهم يحبوا يفهم عبيد تحب تضعف فما عبيد حتى لو بيان ايتر نتاعهم يعملوا في ان ريجيم دونك سو جونغ دو ريسيت يعاونوكم برشا طرف خضره دي باك نتاع ليبيدور بلي كومبلي و دي ريسيت من عند بليغ بيان سور برنامج اهلا شيف للناس الكل لي سبورتيف حتى المخمخه هكا حيلنا معهم شويه ما فيها باي زاد نخمو في العباد الهيلثي سورتو انت مروه حسب ما نعرفوا الناس الكل دونك عندها توامه نوفوني ان شاء الله ربي يفضلهم لك نتصور تصور بالهيلثي شويه كي تصور روح نطيبها ديريكت باه البتنجان انا ديما نحب نخليه حي ما نحبوش يموت خاطر كان يطيب اكثر من لازم يسيب مرار دونك نخليه لا تيكستور نتاعو ياسر باهي كيما القناريه البتنجان والقناريه ما نطيبهمش ياسر زبده لين يذوب ما فيها باس يبدا حي في وسط البلان تاعو فوالا بون 0708 كويسون ايغال 1 ريت تاعو نورمال حاطين الخضره الكل نحن نقصد الخضره الكل شوف شنو باش نعمل انا الريكوتا نتاعنا شطرها شطرها باش نحطها تو وشطر الاخر من بعد شطر الاخر من بعد دونك الشطر هي معليه هذيا باش تولي لنا تو هي صوص ولا لا تو صوص تختوخ نتاع خضر باش تولي كريموز اكثر باش نجم نسوتي فيها المقرون وكيف كيف التفليح في الاخر اي وفي الانتجرال ديما نحرك باه سي بون المقرونة نتاعنا طابت دونك حبيت نغتنم الفرصة ونشكر تعمي على الديكوراسيون والكوجينة المزيانة اللي حضروه لنا تلقاو لي برودوي نتاعهم في لي شوروم سوسة صفيقس تونس والمنيلة تلقاو عندهم اون جام فاريي دو فايونس دو غري دي زيكيبمون سانيتير و كوجينة باه ولات عندنا اون كريم دو ليغوم ولا لا؟ وي اباز دو ريكوتا ريكوتا سونسيبل شوي دونك ما نقويلهاش في النار تويك باش نفوح
ملح؟ هاي إجا فوح أنت شوية ملح؟ سي من رمضان تولي هي الطيب، أنا ما عادش حب نطيب. باه دونك ملح شوية شوية بركة، فلفل أكحل، فلفل أكحل، الكورجيت كيما لافوكا يمشي معاهم برشا، البابريكا دونك باش نحط شوية بابريكا، ماكش تستعمل زعتر المرة هي؟ لا المرة هي لا، شوية بركة بابريكا صحيح. باه نخلطو تويكا، نكونو قريب كمان على الغسيت نتاعنا نو؟ برسك دونك الحاجة الباهية في المعون نتاعنا اليوم مروة اللي هو تخي بخاتيك ويقرب برشا للماتريال بروفيسيونيل في لي ريستورون وفي الوتلة سورتو، دونك حتى لي بارتيكوليي ينجم يسهل لهم برشا. ولو ديزاين ياسر مزيان. اي باه ريت تويكا كيفاش المقرونة شربت براتيكمون الكريم وبدات تشيح، دونك شنو باش نعمل انا تويكا؟ تزيد هالريكوتا. نزيد الريكوتا علاش؟ الكوش الأولى عملت الكريمة وشربتها الخضر. دونك تاع الكوش الثانية باش تويكا باش تقعد المطعم تاع الريكوتا انتونس. باه شوف الريكوتا كيفاش باش نعملها انا تويكا. باش نبعد على النار وباش نبدا وباش نقلب شوية المقرونة هكايا تولي كريموز بعيد عنا باش المقرونة تدخل الريكوتا تتعدى على المقرونة الكل. هذوما يتعملوا سي دي تكنيك نتوما قاعدين نفهموا. اي سيرتو الجبن باغ اكزومبل نحبوا جبننا كالفيلاج الخيوط هذوكم نبعدوا على النار نغموا يولي يذوب على التمبيراتور نتاع المقرونة. باهي هاي جا خلت انت هاي وين باش تزيد لي نوازيت؟ باش تزيد لي نوازيت هاي من بعديك شنو باش تطيب لنا شيف غوسيت سكري في الديسير سوربريز تشهيهم شويه وما خليهم والله مازلت نخمم عندي بليزيوغ انغريديون فانواز نشوف فما الكيك فما البراونيز فما الفوندون فما الكوكيز شوكولا حاسينو برشا 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 انواع تخي ديفيرسيفي اللي نتحير دونك انت تمشي للسوبر مارشي تلقى فانواز عندها بليزيوغ برودوي الحاجه اللي شاهيها كل مره ميم با تبعد على الريسك نتاع تخرج وتوا سورتو كوفيد وكل شيء. باه نورمالمون لي بات نتاعنا حضرونا سي بون مازال كان دريساج كالعادة كمان مع شيف الغوسيت سالي توا باش نتعداو مع الغوسيت سكري ابارامون باش يعمل لنا حاجة ياسر بنينة شوف باش تعمل لنا شيف باهي ما نجمش أنا الهيلثي تاع معاه حاجة حاجة حلوة برشا وكالوريك على الآخر دونك اليوم باش نعمل بسكوي كروكون برشا أون شوكولا بالكاكاو أما معاه أون كريم دو فاسون باش نعمل دي ميل فوي معناها ميل فوي دو بسكوي مع أون كريم سهلة سهلة على الآخر. Donc on se retrouve tout de suite باش نطيبوا مع بعضنا الشيل غوستيت ريفيزيتي من عند الشيف دي ميل فاي بالبيسكوي. A tout à l'heure.